أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك الميمون، هذا اليوم ذكرى ميلاد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، 12 من شهر ربيع الأول. وفي هذا اليوم المبارك ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك الذي تنظمه وزارة الأوقاف في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني في بلادنا الحبيبة مصر، معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، اليوم هو اليوم الأول للأسبوع الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف بعد نجاح كبير ومبهر للأسابيع الثقافية التي نظمتها وزارة الأوقاف، وطافت بها وجالت في مساجد مصر العامرة. فها نحن اليوم في هذا اليوم الكريم المبارك ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب، بداية الأسبوع الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وعنوان اللقاء نبي الرحمة، ونحن نحتفل اليوم بذكرى ميلاد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء فأنار الدنيا وملأ الدنيا أمنا وأمانا وسلاما وحرية وعدالة وديمقراطية. جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقاد سفينة العالم الحائرة إلى شاطئ الله رب العالمين. فصلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الأحبة، ومن حسن الطالع أن يأتي احتفالنا بذكرى ميلاد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومصر الحبيبة والعالم العربي والإسلامي يحتفل بانتصارات أكتوبر، تلك الانتصارات التي أعادت إلى بلادنا الحبيبة وإلى العروبة العزة والكرامة. فتحية إجلال وتعظيم إلى قواتنا المسلحة، وتحية إجلال وتعظيم إلى شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم وجادوا بأنفسهم في سبيل الله ودفاعا عن وطنهم وعن تراب بلادهم. أيها الأحبة، في هذا اللقاء معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينة، ومن المتحدثين معنا علمان
من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر. معنا العلامة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية. ومعنا فضيلة العالم الجليل وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، فضيلة العالم الدكتور خالد صلاح الدين علي. ونختتم الحفل بابتهالات وأدعية للمبتهل الشيخ محمد علي جابين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن ينزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد العالمين. اللهم آمين. أيها الأحبة، خير البداية دائما وأبدا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره
الدين كله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صلى الله عليه وسلم. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث باسم ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء، هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. في هذا اليوم الطيب الميمون 12 من شهر ربيع الأول، ذكرى ميلاد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا اللقاء يأتي
أول الأسبوع الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني ببلادنا الحبيبة مصر، معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ أحمد قاعود مدير عام إدارة أوقاف وسط القاهرة، وفضيلة الشيخ أحمد مكي إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين، وفضيلة الشيخ أيمن منصور إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. كما يحضر معنا هذا اللقاء جمع غفير من محبي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع غفير من محبي العلم والعلماء من أنحاء بلادنا الحبيبة مصر حفظها الله بحفظه. أيها الأحبة، لقاؤنا اليوم يدور حول موضوع نبي الرحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي كان ينساب في أخلاق أرق من النسيم وأنضر من ماء الورد في الورد. خاطبه المولى سبحانه وتعالى بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة لجميع العالمين. أيها الأحبة، نستمع الآن إلى كلمة العلم من فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والذي يحدثنا حول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا ربنا ونستعين بك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة ومحى الله به الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، وخفضت دين الشرك يا عدم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك،
صلى عليك الله يا خير الورى مشتاق مشتاق إلى رؤياتك. وبعد، فكل عام أنتم بخير بمناسبة ذكرى ميلاد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. أدعو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. رسولنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في عنوان الندوة نبي الرحمة، بل هو الرحمة صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للإنس ورحمة للجن ورحمة للطير والحيوان حتى الجماد صلى الله عليه وسلم. وقال عنه ربنا تبارك وتعالى أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وفي رواية أخرى: إنما أنا رحمة مهداة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأفاضل، كما وصفه ربه وكما وصف نفسه صلى الله عليه وسلم، ومن مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومظاهر رحمته كثيرة مع أصحابه، مع زوجاته، مع الأطفال، مع خدمه، بل مع أعدائه صلى الله عليه وسلم، بل رحمته بأمته. يقول أو يروي لنا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى عندما قال سيدنا إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقرأ قول الله تعالى عن سيدنا عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته، فأرسل الله عز وجل له سيدنا جبريل ليسأله: ما الذي يبكيك يا محمد؟ والله تبارك وتعالى أعلم. فقال: أمتي. فعاد سيدنا جبريل والله عز وجل أعلم، عاد إلى رب العزة، فقال الله عز وجل لسيدنا جبريل: أخبر محمدا أن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. بكى النبي رحمة بأمته وشفقة وحبا لأمته. وصدق القائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول عنه سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط،
وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه الأقرع بن حابس والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس على فخذيه الحسن رضي الله عنه ويقبله، فيقول الأقرع: أتقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أتقبلون صبيانكم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم قط. فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ولما لا؟ وهو القائل: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ونحن نحيا بذكرى ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حري بنا أن نتراحم فيما بيننا، وأولى الناس بالرحمة الرحمة بأهلك، بزوجتك، بأبنائك، بأحفادك، بجيرانك، بأصحابك، بأهل منطقتك، بمن يتعايشون معك متمثلا قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تقول السيدة عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط إلا جهادا في سبيل الله. ولما لا؟ وهو القائل: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حتى في العبادة كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالناس. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني يتخفف في صلاته خشية أمه عليه، خشية مخافة أمه على الصبي. حتى في العبادة كان صلى الله عليه وسلم حريصا على نشر الرحمة بين الناس. يشكو إليه أحد الناس أن الإمام يطيل، أن سيدنا معاذ أطال في الصلاة، فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ من أما فليخفف، فإن منكم الضعيف وذا الحاجة. وأختم بأجل مظهر من مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم من وجهة نظري، مع من أخرجه من بيته، مع من استولى على داره وأمواله، مع أهل مكة. حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا والتف حوله أهل مكة وقال فيهم رسول الرحمة: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في العفو والصفح والرحمة، حتى مع الأعداء عند المكنة. عند المكنة هذه هي الرحمة، وهذا هو العفو والصفح. ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأترك الحديث لشيخي وأستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار الذي آثرني بالحديث قبله، فكل الشكر وكل التوفيق
له إن شاء الله تبارك وتعالى. وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكوت إلى وقيع سوء حفظي، هكذا يقول الإمام الشافعي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. كما استمتعتم واستمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة العطرة من فضيلة العالم الجليل فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين علي، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والتي حدثنا فيها عن رحمة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإنسان وبالحيوان وبالنبات وبالجماد. صدق المولى سبحانه وتعالى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما زلنا أيها الأحبة ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب، لقاء الأسبوع الدعوي، وهذا اليوم هو اليوم الأول من هذا الأسبوع، وجاء في ذكرى ميلاد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي نحتفل ونحتفي ونفرح بها اليوم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظم الجميع خصاله، صلوا عليه وآله صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. ما زلنا في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني ببلادنا الحبيبة مصر، معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر. وهكذا استعادت مساجد مصر رسالتها، وعادت تؤدي رسالتها على أكمل وجه، من مقرأة للقرآن الكريم، من دروس منهجية، إلى نشر العلم، إلى نشر الثقافة، إلى نشر الوعي الوسطي. أيها الأحبة، مع العلامة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية، يحدثنا أيضا عن نبي الرحمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإننا نجتمع في هذه الساحة المباركة، ساحة سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي حفيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنحتفي على أرض مصر بمناسبة من أعز وأجل المناسبات على قلوبنا، بل وعلى قلوب المسلمين في كل أنحاء الدنيا، فليس هناك مناسبة أعز ولا أجل ولا أعظم من مناسبة مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله مولده حدثاً تاريخياً فارقاً في تاريخ الإنسانية، يمكن معرفته بالفرق بين الظلام والنور، فقد كانت بعثته نوراً
ورحمة وهداية واستقامة للإنسانية كلها، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يجيء احتفالنا في هذا العام بهذه المناسبة الكريمة برعاية كريمة من معالي أستاذنا الداعية الجليل العالم الفقيه معالي وزير الأوقاف الداعية المجدد الذي ارتقى بالدعوة الإسلامية رقياً يشهده الجميع، ووضع مصر في مكانتها الرائدة بين العالمين لتكون هي قائدة ورائدة الخطاب الديني المستنير. وليس أدل على ذلك مما نشهده من تلك الأنشطة المتنوعة في مجال الدعوة الإسلامية وفي سبيل إيصال كلمة الإسلام الوسطية المعتدلة بكثير من الطرق التي ابتكرها فضيلته والتي نفذها جنوده وأبناؤه في وزارة الأوقاف من العلماء الذين أعدهم لهذه المهمة والذين قاموا بها خير قيام. فبناء على توجيهات هذا الوزير وبفضل توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقام هذه الاحتفالات الدينية إبرازاً لدور الإسلام الوسطي وإعلاءً لمكانة مصر في هذا الطريق الرائد الذي ينتظره الناس جميعاً من مصر ومن دعاة مصر ومن وزارة الأوقاف في مصر. المناسبة في هذا العام لها معنى خاص، ذلك أنها تتعانق مع مناسبة وطنية خاصة، فالاحتفاء بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسبة إسلامية عامة يحتفل بها المسلمون في كل بقاع الأرض، وهي في مصر وفي هذا العام تحديداً تجيء متعانقة مع مناسبة من أعز وأجل المناسبات على نفوسنا، وهي ذكرى النصر العظيم الذي أنعم الله به على المصريين في 6 أكتوبر العظيم. وقد تعانقت المناسبتان في هذا العام، ومن الملفت للنظر أن هذه المناسبة مناسبة نصر أكتوبر تعانقت مع ذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 1/4 قرن من الزمان بالتمام والكمال، وهذه آية كونية يجب أن يقف عندها الناس كثيراً، لأنها تدل هذا التعانق بين الحدث أو بين الحدثين أن تصادف مناسبة وملحمة قام بها المصريين بعد 1/4 قرن من الزمان بالتقويم الهجري. التقويم الهجري يقول إننا الآن مر على نصر أكتوبر 50 عاماً من الزمان، هذه المناسبة بعد 50 عام وفي الاحتفال بالعيد الذهبي لنصر أكتوبر تتوافق هذه المناسبة مع مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا الأمر لا بد أن يلفتنا إلى أمر في غاية الأهمية، وهي ذلك الاعتبار الوطني الذي يرتبط بدين الله ولا ينفصل عنه. فالوطن الذي حقق الله لنا نصره في هذه المناسبة الطيبة لم يكن ذلك النصر بعيداً عن حظيرة الدين ولا عن توجيه الدين ولا عن بركة مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان نصراً مباركاً وكان نصراً مؤيداً بتأييد الله عز وجل ليصنع الناس حياةً كريمةً على أرض هذا الوطن. وفي هذا الأمر إشارة إلى أن هذه المناسبة التي تعانق فيها هذا النصر مع نصر أكتوبر إشارة إلى أننا يجب ألا نفصل بين الأمرين، فمن أراد أن يهتم بدينه
أو أن يحيي الذكرى بعزة وإكبار وإجلال، عليه أن يلتفت إلى المعاني الوطنية التي يعيش فيها على أرض بلده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من منهج دعوته ومن مقاصد شريعته أن الوطن لا ينفصل عن الدين، وأن مقاصد الأديان لا يمكن أن ترتقي إلا بعزة الأوطان. الوطن هو الذي يحقق العزة، وهو الذي يحقق العفة، وهو الذي يحقق لك الفخر. ولذلك فأنت حين تصنع وطنا قويا أو تشارك في بناء وطن قوي، فأنت تقيم مقاصد الشرع، وأنت كذلك تحتفي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفاء يليق به وبجلال المناسبة. إن الوطن هو محتوى أركان الدين، ولذلك يعتبره الأصوليون مقصدا من مقاصد الدين، لأننا بدون حماية وطننا وبدون رعايته وبدون العمل على أن يرقى ويزدهر ويصبح من أرقى وأغنى وأعظم بلاد العالمين، إننا بذلك نكون إذا لم نعمل لذلك نكون قد أغفلنا جانبا كبيرا من احتفائنا بهذه المناسبة ومن مراعاتنا لأحكام ديننا التي تدعو إلى العزة وتدعو إلى الكرامة وتدعو إلى عمارة الأرض، باعتبار أنها نعمة من أجل وأعظم نعم الله على الإنسان. فلا يجوز أن نفصل بين الأمرين. الاحتفاء الصحيح بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتمل إلا إذا وضع الإنسان نصب عينيه أرضه وبلده، فيعمل على إحيائها حتى ترتفع عزته بعزة هذا البلد. ونحن نرى أن الناس تلتسم صورتهم في أذهاننا بنسبتهم إلى أوطانهم، فهذا يقول أنا غربي أو أنا شرقي لأنه يريد أن يفخر ببلده وما حققته من إنجازات عليها تجعله يفاخر بهذه الإنجازات ويشعر بالانتساب إليها. ونحن لا نقل عن أي أمة من أمم الأرض، فمن يعمل لعزة وطنه إنما يعمل عملا دينيا واجبا ومطلوبا، ومن يدفع الخطر عن بلده إنما يؤدي عملا دينيا واجبا ومطلوبا. ومن ثم يجب أن نلتفت إلى هذا المعنى في هذه المناسبة وفي هذا العام تحديدا. الأمر الثاني الذي أود أن أشير إليه في هذه المناسبة هو أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تقف بين الناس وبعضهم، ولم تقف بين بني الإنسان، وإنما أقامت سلاماً مع الإنسان ونفسه ومع الإنسان وأخيه الإنسان ومع الدنيا كلها. فالمسلم هو من سلم الناس من لسانه ويده، والتعاون مطلوب بين المسلم وبين الناس أجمعين، كما قال الله عز من قائل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك فإن هذه الرحمة لم تقتصر على الإنسان، بل شملت البيئة التي تحيط بالإنسان. لم يكن أحد يشعر وهو يتلو كتاب الله عز وجل الذي يتحدث عن الآيات الكونية ويتحدث عن السماوات والأرض والجبال وعن الماء والهواء وعن الحيوان والطير وعن النمل وغير ذلك من الكائنات التي تحدث عنها القرآن الكريم وبيّن مكانتها ودورها في حياة الناس وفي دين الله عز وجل. لم يكن يظن أحد أو يفكر في هذا الأمر أن الله تبارك وتعالى يريد أن يقيم جسراً من السلام بين الإنسان والبيئة التي يعيش فيها. فقد بيّن الله عز وجل أن هذه الكائنات هي كائنات مسبحة بحمد ربها، قال عز من قائل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لم يكن أحد يتصور أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم
قد وصلت إلى البيئة فأقامت سلاماً بين الإنسان وبيئته، ولفتت نظره إلى أن مفردات البيئة التي يعيش عليها إنما هي كائنات مسبحة بحمد ربها، وأن على الإنسان أن يحترم هذه الكائنات فلا يقربها بالتعدي ولا يقربها بالإفساد، وأن يترك سنن الله الكونية التي تنظم عملها وتنظم مسارها وصلتها بالإنسان أن يتركها كما هي، وأن ينميها وأن يحفظها حتى يكون وجوده سلاماً على البيئة، وحتى تكون البيئة سلاماً عليه. إن هذا المعنى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه وفيما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى يجب أن يستلفت أنظارنا إلى هذه المعاني التي لم يكن أحد يلتفت إليها. كان الناس يظنون أن حديث القرآن أو أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماد وعن الأرض وعن الطير وعن الماء وعن الهواء وغير ذلك من مكونات البيئة التي نعيش عليها لم يكن أحد يتصور مقدار نعمة الله في تلك البيئة، فلفت أنظارنا وأنظار الدنيا كلها إلى أن البيئة كائنات حية مسبحة، وأنها تبادل الإنسان سلاماً بسلام، وأن من يعبث بالبيئة التي تحيط به إنما يعبث بنفسه ويدمر صحته ويدمر حياته، لأن التلوث لا يقتصر على مكانه وإنما يصل إلى الإنسان في كل مكان فيبدد صحته ويبدد ماله ويجعل حياته عسراً في عسر. ولذلك كان من الواجب علينا أن نحترم هذا الجانب في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نطبقه عملياً في حياتنا باحترام البيئة التي تحيط بنا وبرعايتها وبالعمل على تنظيفها وبرفع التعديات عنها، ولنعلم بذلك أننا ندافع عن كائنات مسبحة بحمد ربها، وأن من يذهب هذه البيئة لا بد أن تذهبه، وأن من يبادلها سلاماً بسلام لا بد أن يلقى نتيجة ذلك. وقد كان هذا المعنى من المعاني التي يجب أن نتدبرها في مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتكون درساً لنا يعلمنا كيف نحافظ على البيئة وكيف نعيش في حياتنا بنظافة ورعاية واهتمام بما أنعم الله به علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله في يوم ذكرى مولدك. أيها الأحبة، هكذا استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة الجامعة من فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة الدكتور عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والتي حدثنا فيها عن عمق الرحمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، واغتنم هذه المناسبة التي نحتفل اليوم فيها بذكرى ميلاد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليربط بين الاحتفال بمولد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وحب الوطن وحب البلاد والعمل على رفعة الوطن وعلى تقدم البلاد التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها بحفظه وأن يؤمنها بأمنه، وأن يجعل مصر دائماً سخاءً رخاءً وسائر بلاد العالمين. اللهم آمين. ما زلنا أيها الأحبة معكم في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وقد امتلأ المسجد برواده
وبمحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمحب العلم والعلماء الذين جاءوا ليستمعوا إلى العلم من العلماء الأجلاء. أيها الأحبة، هذا اللقاء الطيب الذي ننقله لحضراتكم اليوم ضمن الأسبوع الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وها نحن نصل إلى ختام هذا الحفل المبارك الذي نختتمه بالأدعية والابتهالات. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فمع الدعاء والابتهال والمبتهل الشيخ محمد علي جبيل في يوم مولده صلى الله عليه وسلم، نعطر أسماعنا وأبصارنا ونقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على Oh.
صحبه وسلامه عليه. أخلاقه الحسنى إذا ما عددت حمدت، وأخلاق الصحاب لها صدق. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ ماذا فليتبع منهاجه، من كان يهوى أحمدا فليتبع منهاجه، طوبى لمن فيه اقتدى، وعد الإله الصادقين، وعد الإله الصادقين بحبه لا يخلف الرحمن ذاك الموعد. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. يا هلانا المكمل ساكنا خير البقاع، طالع الزاد
ثانيات الوداع وجب الشكر علينا مدى علي الهدى. صل يا ربي على من حل في خير البقاع واصبر الستر علينا واحفظ بلادنا واستر الستر علينا واستر الستر علينا وارحم الله والدينا يا مجيبا كل داع طال من ثانيات الوداع وجب الشكر سيدنا النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أيها الأحبة، بهذه الأدعية والابتهالات التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد علي جبين، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، اللقاء الأول ضمن الأسبوع الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، نقلنا لحضراتكم هذا اللقاء الطيب من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. كان معنا قارئاً القارئ الشيخ أحمد نعينع، ومن المتحدثين كان معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة العالم الجليل الدكتور خالد صلاح الدين علي وكيل وزارة الأوقاف مدير مديرية أوقاف القاهرة. ودار اللقاء اليوم حول نبي الرحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتفل أيضا بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم اليوم 12 من شهر ربيع الأول. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يحفظ مساجدنا، وأن يحفظ علماءنا، وأن يحفظكم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحب آل بيت رسول الله ومحب العلم والعلماء، حتى نلقاكم غدا بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.